هل تتوقع سوف توجه دعوات للمؤتمر وإلى البرلمان المنحل وباقي أطراف الصراع، ومن سيكون الحاضر برأيك؟ هو طبعا بغير دعوة المؤتمر والبرلمان يعني انه نحن لم نفعل شيئا يعني. اصلا الطرفان هما حتى ايطاليا نفسها وكل العالم يعني معترف ان هناك طرفين في ليبيا هما الطرفين الاساسيين الذي يجب التحاور معهما، المؤتمر والبرلمان. لا افهم يعني مؤتمر بدون حضور المؤتمر والبرلمان ماذا يمكنه ان يقدم الى ليبيا، لان الاتفاق كما قالها الايطاليون انفسهم يعني يجب أن يوافق عليه المؤتمر ويجب أن يوافق عليه البرلمان. نعم طيب، نعم واصل فكرة. نعم، في حالة عدم حضورهما يعني أنه الاتفاق هو فقط تنسيق، عملية تنسيق سياسية بين الدول الكبرى لا أكثر ولا أقل، وهذا طبعا لن معنى هذا أن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام.